اليوم كل العالم ينتظر اللحظة اللي ممكن تنكشف بها أكبر أسرار عالم المال الحديث. منو العبقري الغامض اللي اخترع بيتكوين؟ فيلم وثائقي من إنتاج شركة HBO يوعد بأنه راح يكشف من هو ساتوشي. راح يتم عرضه اليوم ويقولون إنه هذا فيلم قد ممكن يغير كل شيء. فهل ممكن فعلا يطلع عندهم الجواب النهائي أو راح نظل ندور بهذا اللغز للأبد؟ مثل ما تعرفون القصة بدأت قبل سنين طويلة، تحديدا سنة 2008. العالم كان يعاني من أزمة مالية كبرى، الناس فقدت الثقة بالبنوك بالأنظمة المالية التقليدية. وسط كل هاي الفوضى طلع شخص مجهول الهوية باسم ساتوشي ناكاموتو. شنو اللي قدمه؟ قدم للعالم فكرة جديدة كليا، بيتكوين. فكرة بسيطة ووايت بيبر من 9 صفحات شرح ساتوشي نظام مالي كامل يعتمد على التكنولوجيا واللامركزية وبدون أي سيطرة من حكومات أو بنوك. كان نظام أشبه بثورة، يعني أن الناس تقدر تتبادل الفلوس بدون حاجة لطرف ثالث. كانت الفكرة بسيطة جدا بس بتطبيق عظيم. مع مرور الوقت صارت الأمور بشكل طبيعي طبعا، والناس بدأت تتعرف على بيتكوين، تبدي تداول. وساتوشي نفسه جمع كمية كبيرة من بيتكوين، وصلت إلى 1,000,000 بيتكوين في محفظة، وراه اختفى. اختفى كأنه الأرض ابتلعته، لا أحد شافه، لا أحد سمع عنه، كأنه وجوده كان مجرد حلم. تخيلوا وياي 1,000,000 بيتكوين ما تحركت. إذا نحسبها قيمتها اليوم تقريبا خلينا نقول 62 مليار دولار. تخيلوا شنو ممكن تسوي بهاي الفلوس. تقدر تشتري بيها شركات عملاقة مثل نيسان اليابانية، شركة رينو الفرنسية، شركة فورد الأمريكية. تقدر تشتري 3 شركات سيارات عالمية وهذا يبقى عندك فلوس. أو تقدر تشتري أكبر شركة مستثمرة بالبيتكوين مايكرو ستراتيجي ويبقى عندك فلوس تكفي تشتري بيها ريال مدريد وبرشلونة. ايش قد هاي الفلوس؟ يعني كمية كبيرة. وايش قد تأثيرها قوي على السوق؟ طبعا الفضول ما مات، العالم كله بقى يحاول يعرف منه هذا الشخص العبقري، شلون قدر يخلق نظام يهز أركان الاقتصاد العالمي كله. والأهم شنو صار بالمليون بيتكوين اللي جمعهم؟ كأنه هي كنز ضايع بس ما حد يقدر يلمسه، بس ساتوشي. على مدى السنين طلعوا هواي أسماء مشتبه بيهم. سنة 2014 مجلة نيوزويك قالوا، يعني يقولون إنه دوريان ساتوشي ناكاموتو واحد ياباني أمريكي هو المخترع الحقيقي، كان لأنه اسمه متشابه. بس صدمة كانت إنه هذا الشخص يعني ما يعرف شيء عن البيتكوين أو ولا حتى مهتم بالموضوع. الكل اكتشف إنه بس تشابه بالأسماء. طبعا حياته تحولت إلى جحيم، الإعلام ما خلاه بحاله. حتى لحد الآن صورته هي صورة ساتوشي ناكاموتو. وراء فترة طلع كريغ رايت اللي عالم حاسوب أسترالي، طلع يعلم إنه هو ساتوشي. يعني استقبله تدريجيا، يعني تبين إنه هو فقط محتال، ما قدر يثبت بأي مكان وبأي طريقة إنه يمتلك جزء من الملايين المليارات اللي يملكها ساتوشي. ما قدر حرك أي بيتكوين، وحتى المحاكم أثبتوا إنه كذاب لأنه ما حرك المحفظة. إذا بيك خير شوفنا. رغم كل هاي الأسماء اللي ظهرت واختفت، ظل اسم واحد يظهر بين فترة أخرى بغموض شائعات، مجموعة أدلة اللي تجعلنا يعني نربط بينه وبين ساتوشي. هذا الشخص مو عالم حاسوب اعتيادي، هذا عبقري من نوع خاص، مهووس بالتشفير والخصوصية، بس عنده جانب مظلم أيضا، اسمه لين ساسمان. لين من صغره كان معروف بذكاء الخارق ودخل عالم الحاسوب والتشفير، وهو بعد شاب وصار عضو يعني بحركة سايفر بانك اللي تبنت أفكار الحرية المالية والخصوصية الرقمية. كان يصمم أنظمة التشفير يستخدمها العالم كله، وكان يحاول يقدم تكنولوجيا تساعد الناس تحمي الخصوصية من مراقبة الحكومات والشركات. حياته كانت مليانة شغل وابتكارات، بس كانت عنده معاناة كبيرة من طفولته. كان يعاني من الاكتئاب، اكتئاب حاد وحساسية تجاه الناس، شعور بأنه دائما ما يقدر يتأقلم مع الحياة الطبيعية. كان يعيش حياة عزلة، يقول إذا تعرفون اللي عرفه ممكن يخليك هذا بعيد عن الناس الأبد، عن التشفير. يعني الكل كانت تشك بأنه هو ساتوشي اللي اختفى فجأة. ليش؟ لأنه الغريب أنه سنة 2011 بنفس الفترة اللي اختفى بها ساتوشي من الإنترنت وكتابات انتهت، ما سمعنا شي من عندنا، كان قبل لين ساسمان انتحر. كانوا اثنينهم اختفوا بنفس اللحظة، صدفة؟ أو ممكن يكون لين هو فعلا الشخص اللي صنع العملة وقرر يختفي من العالم بعد ما حقق يعني هدفه؟ إذا فعلا كان هو، فالمليون بيتكوين اللي ما تحركه ولا مرة ممكن ضاعوا للأبد. إذا جواب نعم فهذا يعني معنات زيادة كبيرة في ندرة البيتكوين، لأن هالكمية تمثل 6% من كل بيتكوين الموجود بالعالم حاليا، ما حد يقدر يلمسه
هاي الندرة معناها أنه سعر البيتكوين ممكن يصعد. حتى الفكرة فكرة واحدة ممكن تصعدها. بس نال قصة تأخذ منعطف آخر، لأنه يعني اليوم قبل عرض الفيلم صرح منتج الوثائقي كون هوبيك اللي اشتهر سابقا بكشفه لهوية قائد كيونان أنه واجه الشخص اللي يعتقد أنه هو ساتوشي. هذا تصريح غير كل النظريات السابقة، معناها أن هذا الشخص على قيد الحياة موجود. فإذا هو إلا إذا هو شافه قبل سنين، فإذا هو فعلا واجه ساتوشي، هل ممكن يكون لين ساسمان طلع من الفكرة لأنه مات قبل سنين؟ هذا الشيء قلب موازين التوقعات، لأنه لين كان المرشح الأكبر لفترة طويلة، بس تراجع الآن وأصبحت الأنظار تتجه لشخص آخر، نيك زابو. اسمه يمكن أيضا مو معروف من غيره، يعني بس تاريخه طويل جدا في عالم التشفير. نيك ابتكر مشروع اسمه بيت جولد، بيت جولد أتصور يحتوي نفس مفاهيم اللي اعتمدها البيتكوين، مثل التعدين باستخدام البروف اوف وورك. وهذا الشيء خلى هواي ناس يكون انه هو وراء اختراع البيتكوين. ومع تصريح منتج الفيلم صدر نيك قائمة مراهنات، ناس بدأت تراهن عليه، احتمالات اصبحت لصالحه. بس نيك زابو ايضا ينفي هاي الادعاءات، يقول ما له علاقة بساتوشي، رغم انه كل الادلة يعني ممكن تشير انه هو هذا الشخص المحتمل. بس يعني الحكومة راح تسوي لهم مشاكل اذا اكتشفوه. ليش هذا الشيء مهم الان؟ إذا فعلا ثبت أنه هو الشخص لا يزال على قيد الحياة، يعني أنه ممكن يتحكم واحدة من أكبر ثروات العالم، مليون بيتكوين اللي إذا تحركت ممكن تقلب كل موازين السوق، ترفع قيمة العملة بشكل جنوني أو تنهار العملة إذا قرر يبيعها. فاليوم هل ممكن نعرف الحقيقة إذا فعلا الإنساس من هو مو ساتوشي أو هو ساتوشي؟ إذا مو هو فمن هذا الشخص؟ هل ممكن يكون نيك زابو أو راح يطلع اسم جديد ما حد متوقعه؟ فهذا الوثائق ممكن يكون الجواب اللي انتظره، أو ممكن مجرد خطوة جديدة بلعبة الألغاز اللي ممكن ما تنتهي أبدا. فما أدري، أنتوا شنو توقعاتكم؟